بص التفاح، بص الدهب الابيض، بص اللحمه عامله ازاي، بيصلي على النبي. دي البضاعه. عايز اقول لك على حاجه بقى يا استاذ محمود، الجماعه اللي طالعين عمالين يطبلوا دول، يا جماعه افهموا احنا مهمتنا ان احنا نراعي الناس الغلابه، مش عشان مصلحه شخصيه ندوس على الناس دي. يا جماعه خلي عندنا شويه ضمير، احنا مش اعداء، احنا كلنا ولاد صنعاء واحده، بس يا جماعه احنا لازم نساعد عشان الناس الغلابه دي تعرف تجيب لحمتها في العيد. وانا بقى بناشد من عندنا هنا الناس اللي جاي تشتري عجول، يا جماعه محدش يحجز، يا جماعه الدنيا هتبوظ، يا جماعه احجزوا اخر اسبوع، خلوا التجار اعصابهم تسيب، خلي اللحم ينزل تاني. الجماعه اللي عملوا فيديوهات وقعد يقول لك الغلا والتفاح ومش عارف ايه، النهارده بيبيعوا 190 جنيه من بعد 160 جنيه كنا حاقرينهم 170 جنيه، النهارده كل واحد طالع يقول لك 190 ده القايم اللي هو قايم. يقول لك ده القايم صاحي، خلوه ب 190 جنيه، وطالعين يقول لك انا عندي اللي مش عند حد، انا عندي التفاح ابو 50، وده كلام فاضي. يا جماعه عشان خاطر ربنا ساعدونا ساعدونا، ما تشتروش عجول خالص لحد اخر اسبوع، التجار كلها اعصابها هتسير، واللحمه ينزل، الزرايب مليانه والمزارع مليانه، وطلعوا في الفيديوهات وشفتوا بعيدكم. صلي على الرسول الاول. وعايز اقول لك ان الحمد لله رب العالمين، ادي الختم المدور وادي الختم المربع، وبنقول فيه كبير وفيه صغير، خليه على الله.